السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم عن الست انترفال والكلير انترفال. الست انترفال والست تايم اوت بيقبلوا كل حاجة زي بعض وبيعملوا تقريبا نفس الوظيفة، ما عدا إن الست انترفال بتنفذ الكول بتاع الفانكشن مرارا وتكرارا. في الست تايم اوت كنا بنستنى وقت ميل سكند معين عشان يعمل كول للفانكشن بتاعتنا، وبيعمل كول وخلص الموضوع على كده. في الست انترفال بنستنى ميل سكندز معينه بين الكول والكول اللي بعدها، يعني بينادي الفانكشن وبعد الميل سكندز اللي انت حاططها يبدا ينادي الفانكشن تاني وتالت ورابع وكذا، وما يقفش خالص لحد ما انت تستعمل الكلير انترفال. خلينا نشوف مع بعض الامثله اللي قبل كده، وهقول لك انا ليه فصلت الدرس ده، عشان انا عايز اعمل فيه تطبيق عملي واوريك ان موضوع الكلير انترفال والكلير تايم اوت مش شرط يكون بزرار، ممكن فانكشن معينه بتشيك على حاجه وبناء على التشيك ده تقدر توقف العداد او تقول له ستوب هنا. نبدأ بالمثال العادي، الست انترفال مع الانونيموس فانكشن بالشكل ده، ان احنا نطبع كلمة مسج في الكونسول كل 1000 ميل سكند. زي ما انت شايف كل ثانية هيفضل يطبع لك الرسالة، هيفضل يعمل كول للانونيموس فانكشن دي. طيب نجرب الفانكشن العادية بتاعتنا، هذه الفانكشن العادية اسمها سيف مسج، نفس القصة هيبدأ يناديها كل ثانية زي ما انت شايف كده. مش محتاج اقول لك طبعا انه برضو الفانكشن اللي فيها بارامز برضو نفس الموضوع، مفيش مشكلة خالص، كل 1000 ميل سكند هيبدأ يناديها وفيها نفس الرسالة اهي زي ما انت شايفين. طيب ده كلام جميل وعظيم وعندناش فيه اي مشكلة خالص، ونبدأ المثال بتاعنا. ممكن مثلا على سبيل المثال نعمل كده ديف في الصفحة بتاعتنا في رقم 5، ونبدأ نجيب الديف بتاعنا ده نقول له let مثلا div بيساوي document.querySelector، نحط الديف بتاعنا بالشكل ده. انا هنا محتاج ايه يا شباب او ايه الفكرة العامة بتاعتي؟ محتاج اعمل function تشوف الديف ده فيه رقم كام وتبدأ تنقص منه رقم، بس انا عايز function تعمل كده. قبل اي حاجة هقول له function مثلا countdown، countdown دي هتروح تدور على div.innerHTML وتقول له ناقص يساوي 1، يعني هتاخد المحتوى اللي فيه تقول له نفس المحتوى بس نقص لي منه 1، بس دي فايدة الفانكشن بتاعتي. وهاجي هنا اقول له count down، دي الفانكشن بتاعتي، نقص اهو تاني اهو اهو اهو، هو ده المطلوب والحمد لله، عظيم جدا. طبعا لو عملتها تاني زي ما انتم شايفين هترجع لي سالب 1، حلو قوي. بعدين انت محتاج تعمل ايه تاني؟ مش محتاج حاجة حاليا، عايز بس استخدم الفانكشن دي في اللي هو الست انترفال بتاعتي. طيب عندنا هنا كاونتر اهو هنستخدمه، هنقول له ان الكاونتر ده هيعمل سيت انترفال، هيطلب مني الفانكشن، ادي الفانكشن كل قد ايه؟ كل 1000 ميل سكند. ممكن يعني ايه ننزلها تحت خالص كده عشان يبقى ماشيين بالترتيب. حلو كده، كل ثانيه هيبدا ينفذ الفانكشن دي. طبعا دلوقتي هيمسك الديف بتاعي يبدا ينقص منه رقم رقم لحد ما يوصل للصفر، برده هينقص لان انت ما وقفتوش خالص وقلت له كمل عادي، فهيفضل يجيب لك سالب 1 ويمشي معاك. حلو قوي، نيجي بقى عند الفانكشن بتاعتنا، هقول له لو ال div.innerHTML بالشكل ده بيساوي صفر، خلي بالك بيكون جواه string مش number، بيساوي صفر، هيحصل ايه؟ هيحصل بقى ال clear interval اللي انت عايز تعمله. هقول له clear interval، ال clear interval بيطلب مني الهاندلر اللي هو الرقم اللي هو الكاونتر ده، هقول له كده اتفضل. كده يا شباب اول ما يوصل للصفر هيوقف الانترفال، مش هينزل تاني عشان ما ينزلش طبعا تحت الصفر. ادي 5 4 3 فلاشة الحاج علي، وهنبدأ 2 1 يوصل عند الصفر خلاص مش هيكمل لان انت عملت كلير للانترفال. مش محتاج اقول لك انه مش دايما لازم يكون زرار بيتداس عليه، هي دي الفكرة انا عايز اقولها لك، انه يبقى في كونديشن معين بيشيك وعند مرحلة معينة يقول له ستوب كده ما تعملش كل الفانكشن تاني. خد بالك من حاجة مهمة جدا، انه الحاجات دي لو انت ممكن تستخدمها مع بعض، الست تايم اوت والست انترفال ممكن تستخدمهم مع بعض في تطبيقات كتير جدا بتحتاج ان الحاجه كل شويه يتعمل لها كول، فانكشن كل شويه يتعمل لها كول، عند كل اكشن تعمل كول، وفي بعض الفانكشنز بتحتاج ان تعمل لها كول مره واحده وشكرا. انا مش عايز منك غير تعرف الفرق بين الاثنين لحد ما نوصل للتطبيقات العمليه. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.